السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة على الرؤية تبين أن الفتن التي تمر بها الجزائر كلها مخطط لها، ولكن بإذن الله الجزائر محمية من رب العالمين وراح تزول الفتن. أحد الأحباب بالله قال: لقد سبق لي أن رأيت رؤيا في سنة 2013، كانت أمريكا تريد احتلال الجزائر، وأساطينها الحربية كانت تقترب، وفي تلك الأثناء هرب المسؤولين الجزائريين واستقالوا، ولم يكن أحد يقود الجزائر، حتى الجيش لم يكن له قائد، وإذا بي أصعد على أعلى منصب سفينة حربية هي الأكبر في قواتنا البحرية، وكان الجيش كله أسفل تلك السفينة، وإذا بي أرى نور من السماء يخرج وأسمع صوت يقول لي: أنتم من ينتصر. ثم بدأت أكبر: الله أكبر الله أكبر، والجيش من خلفي يردد: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا نصر عظيم بإذن الله لأهل الجزائر، دائما التكبير نصر. بس هنا يعني الرؤية بسنة 2013 وأمريكا تريد احتلال الجزائر، يعني في عملية تدبير، ناس يدبروا لأهل الجزائر الخراب الدمار، بدهم إياهم يدخلوهم في فتن زي ما صار ببعض الدول العربية مثل سوريا وغيرها وغيراتها ومصر، فهمتعي؟ بس إنه الجزائر كانت تستطيع أمريكا تتقترب، يعني قاعدين بدبوا بنجحوا بنجحوا بنجحوا، بعدين كل المسؤولين الجزائريين استقالوا وما كان في حدا يقود الجزائر، وهي بتدل على الحالة الحالية هسه، إنه زي ما كنتوا شايفين بتطلع الناس بدها حقها، بدها العدل، ولحد الآن كما تروا لم يأتي العدل اللي الشعب الجزائري مستحقه. عشان هيك كل هاي حتى القيادات العسكرية كلها راح تزول، وبإذن الله يجي الحكم من الله واحد منصور، الله سبحانه وتعالى راح ينصره، ويكون إيش بداية النصر للمسلمين والعرب المسلمين في كل الدول العالم. لأنه إيش يجي نور من السماء، شو النور؟ القرآن الكريم: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وإيش وسمع صوت يقول: أنتم من ينتصر. يعني مين؟ أهل الجزائر راح ينتصروا، ثم المسلمين راح ينتصروا، والتكبير هو كما تعلموا هي نصر للمؤمنين والمسلمين، فهاي خاصة أهل الجزائر وعامة للمسلمين. والله أعلى وأعلم. اللهم اجعلنا من الذين استمعوا القول فاتبعوا أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.